اهلا وسهلا بكم من اسكولا لرجال حياة فيم ونوصل صوتنا على 89.9 سنتي 5.5. اليوم موجودين بحد النزول الخاصة متنيوم جورني فارماسيوتيك دو سنتر اي الايام 21 للصيادله بالوسط من تنظيم المجلس الجهوي لهيئه الصيادله بالوسط. وسعيد جدا بحواري مع الدكتور رضوان بودن عضو المجلس الجهوي لهيئه الصيادله بالوسط. دكتور اهلا وسهلا. مرحبا، شكرا على مواكبه الحدث هذا وعلى تغطيته. سي لو رونديفو ان باراتير تو لي فارما مع الصيادله الكل. اي هو الحقيقه الايام الصيدليه نتاع الوسط خاصه انه عندنا برشا عديد الايام الصيدليه وخاصه نتاع الوسط بحكم الجغرافيا من اشهر الايام وهذه كما الاسم نتاعها هذه الدوره 21. والحقيقه كتشوفوا ثم حضور كثيف وتستقطب العديد من الصيادله حتى اللحظه ذي. قديش من المؤتمر مشارك معانا؟ مشارك عدد عندناش عدد رسمي او شيء رسمي؟ احنا مازلنا يوم الورشات بس. عندنا على الاقل 800 مشارك، والمنتظر انه غدوه يتضاعف مرتين او حتى ثلاث مرات، لانه غدوه هو الايام المفتوحه للناس كل يوم الورشات بس. بيه سون زوبلي اليوم نحكيو على الورشات ونحكيو زيد على لي كونفيرونس، نحكيو على لي بوستير، معناتها فما الجانب العلمي بالطبع خاصة وفما الجانب اليوم انه اليوم شكون عندي با وخاصة لانفيتي اللي توانسه الكل يعرفوا ايامات الكوفيد. البروفيسور راول هو غدوة المحاضرة نتاعو مش تكون غدوة الصباح في اخر الصبحية. بالطبع هي الايام الغاية نتاعها الاساسية هي علمية، دونك تكوين الصيادلة ومعناها لمواكبة احدث ما صدر في جميع الميادين، اما العلمية بمعنى البحتة أو خاصة حتى آخر تقنيات التصنيع ما جد في عالم الصيدلة الكل باش يبدأ الصيدلي مواكب لآخر التطورات ويكون ألاباش كما يقولوا معناها في الصورة في البحتة. هذا يحسن أولا من سمعة الصيدلي، خاش الصيدلي ديما مشهور بالفلوس بركة كهو، ويحسن من أداء باش نقدمه احنا غدوة في صيدلة نقدم خدمة جيدة ذات جودة عالية للمواطنين نتاعك. سي رضوان، فالصيدلي ماهوش جوستك الإنسان اللي تمشي له خاطر عندك كوردونونس، ليه؟ راهو نجم يكون معناتها مرافق للمريض هذاك، الكونفيدون نتاعو، ويعرف عليه لي ديتاي الكل، راهو أكثر من أنه يكون هو أقرب الناس للعموم وخاصة للمرضى هو الصيدلي، لأنه الصيدلي تدخل له من غير ما تدفع حتى شيء وتاخذ نصائح من غير ما تدفع حتى شيء، وساعات مش حتى ما يبيع لك الدواء، ما نقولوش يبيع ما عندناش الترجمه يقدم الدواء ما تستحضرنيش الترجمه ديسبونسيسيون تاع ديسبونسيسيون، وخاصه ينجم يقول لك زاد لا هذا الدواء جيت انت تشريه وغافل، ينجم يقول لك لا هذا ما يصلح لكش ومعناها يبخلك على شريان دواء. دونك هذا هو كما قلت انت ومطالب بتوفير نصيحة ساعة قبل كل شيء. بالطبع احنا هذيك واحنا سعداء بتقديم الخدمة هذه مجانا لمواطنينا، واحنا كما قلت لك الصف الأول في المنظومة الصحية. آخر سؤال سي رضوان، لي بارا فارماسي صار خلط عند التوانسة، وين نمشي الفارماسي نمشي بارا فارماسي؟ بعض الفارماسيين يقول لك ما عنديش اطار قانوني حتى للصيغه كيفاش شنو يبيعها شنو ما يبيعش، معناتها ذعنا اون كيلكو سور ذعنا كوا. هو للاسف الاطار القانوني تاخر على الاصدار على الوضع على الوضع اللي قائم معناها فهمتني، ولكن احنا نخليو الحقيقه ديما حكايه الاطار القانوني ديما نخليو الوعي المواطن، لانه في ناحيه عنده شهاده علميه صحيح، عنده مهنه مراقبه صحيح، ثم تفقديه نتاع الصيادله اللي هي معنا عندنا قانون نتاع اخلاقيات المهنه اللي يحكمنا، من شيره اخرى عندك ما عندك حتى شيء من الضوابط هذه الا معنا حكيت الثقه بينك وبين الاخر. دونك احنا نخليو للمواطنين يختاروا هما صحتهم وين يحبوا يحطوها في يد شكون يحبوا يحطوها. دكتور رضوان بودان عضو المجلس الجهوي لهيئه الصيادله بالوسط، انكرو ميرسي لحضورك بحضن. شكرا لكم انتم على الاهتمام، مكملين معاكم ما تبعدوش، انا راجعين.